اتفقوا عليها من خلال عقود اكيد موثقه ومن خلال الاتفاقات، وحتى من غير عقود الاهلي بيوفي باي وعد قبل اي عقد، ده شيء مفروغ منه. فهنا دايما بيبان الفرق. يعني مثلا انت بتيجي تفكر في النادي الاهلي انك تتعاقد مع لعيب، وفي نفس الوقت اللعيب ده جاي له عروض من انديه اخرى، ويشوف المشاكل اللي بتحصل او الازمات اللي بتحصل مع بعض اللاعبين في الانديه الاخرى. على فكره مش بعيب في حد، لكن انا يعني بقول ايه الفرق بيبان في الحاجات دي. يعني فاللعيب يجي يقول لك انا عندي الاهلي مقدم لي عقد، وعندي مثلا نادي تاني او نادي تالت رابع اي حاجه مقدم لي عقد، هختار ايه؟ هختار الاهلي اللي ملتزم في سداد الرواتب والعقود وكلام من ده، ومش حابب المشاكل. هتفرغ بس ان انا العب كوره، هتفرغ بس ان انا اقدم مستويات كويسه. هنا بقى دور الاداره، دور الاداره مهم قوي، لان البعض يقول لك ايه اصل الكوره دي جهاز فني ولاعبين. لا طبعا، لا طبعا، مسؤولي الانديه واداره كل نادي هم الاساس في نجاح اي منظومه كرويه في مصر. طالما الاداره ناجحه، طالما الاداره بتنفذ وعودها وعقودها، فبالتالي هتلاقي النتائج المرجوه المطلوبه، بيعملوا اللي عليهم وبيستنوا النتائج من لاعبين من جهاز فني، كل هذه الامور في الحقيقه. فهنا الفروقات دايما. وبالمناسبه برضه عشان نبقى نتكلم بمنطقيه وبصراحه شويه، في بعض الفترات، في بعض الفترات السابقه من فتره كبيره يعني، كان في تعثر عند معظم الانديه في مصر بما فيهم النادي الاهلي في سداد الرواتب والمستحقات بالنسبه للاعبين. لكن هل حد من النادي الاهلي طلع اتكلم كلاعب في ان انا ما باخدش فلوسي؟ ده بتكلم على فتره قبل كده عشان تبقى مركز معايا، فتره فاتت كبيره يعني. هل حد من لاعبي النادي الاهلي طلع قال انا ليا رواتب متاخره يا جماعه انا عايز فلوسي؟ حصلت؟ حد سمع الموضوع ده؟ سواء لعيبه حاليين، لعيبه قدامى من فترات كبيره؟ لا ما حصلش. ليه ما بيحصلش؟ حتى لو في بعض الاحيان بيبقى في تعثر في سداد الرواتب، لان كان في ظروف كلنا عارفينها مصر كانت بتمر بيها، الجانب الاقتصادي والانديه وكل هذه الامور يعني. لكن ليه اللعيب ما بيطلعش يتكلم لما بيكون في مثلا حاجه مع النادي الاهلي بالذات؟ لان هو عارف وضامن فلوسه في النادي الاهلي كانها في جيبه. وقت لما الدنيا هتبقى كويسه هيلاقي الفلوس موجوده. ولو الدنيا ماشيه بشكل كويس هو مش هيفكر في الموضوع ده، لان كده كده الفلوس هتبقى معاه في جيبه في حسابه. فهنا دايما ده الفرق ما بين اي نادي واي نادي اخر. فممكن واحد دلوقتي هو بيتفرج عليه يقول لك ايه؟ طب يا عم اسكت، ما انت عندكم قبل كده سليماني كولوباري هرب من الاهلي. لا هقول لك هنا في فرق اخر. سليماني كولوباري لما هرب مش عشان مستحقات ماليه، هرب عشان هو لعيب مش ملتزم، هو لعيب بيروح من هنا لهنا بيتنقل كتير، سياسه عنده. لكن كمستحقات لحد انا هقول لحضراتكم على موقف كنت موجود مع النادي الاهلي في رحله الاهلي لجروه في الكاميرون، مباراه القطن الكاميروني في 2017 في دور المجموعات مع الكابتن حسام البدري اللي كسبنا هناك فيها 2-0. مؤمن زكريا جاب جون او جونين على ما اتذكر في الماتش ده. ودي كانت اخر رحله لسليماني كولوبالي مع النادي الاهلي، وانا كنت معاهم هناك، كنت بقوم بدوري وشغلي كمراسل يعني للقناه في التوقيت ده، وكنت راجع معاهم في الطياره. بعد ما رجعنا هو مشي تاني يوم على طول، هرب يعني تاني يوم كولوبالي هرب. بس انا شفت حاجه بعيني واحنا في الطياره. اول باول انت كسبت في لائحه او في بوكيت ماني ليك في السفريات مش عارف ايه، انا شفت سليماني كولوبالي هو بياخد الفلوس في الطياره قدام عيني، اللي هو ده النادي الاهلي. انت خلاص كسبتني ماتش، عملت ماتش كويس جدا وفي لائحه، او حتى لو تعادلت في لائحه برضه فلوسك وانت في الطياره راجع من الكاميرون، وانت راجع اتفضل على طول. انا شفت الكلام ده بنفسي في الطياره يعني. فهتقول لي ما هو انت في هرب قبل كده سليماني، هقول لك سليماني كولوبالي حاله ثانيه، الاهلي كان ملتزم معاه بكل الامور، لكن هو اللاعب اللي ممكن ما يكونش متزن في اداره مسيرته بشكل عام يعني. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال حتى عصام الحضري لما هرب قبل كده كان الاهلي بيلتزم معاه في كل حاجه، لكن الراجل كان بيرغب في الاحتراف يعني. دي مشكله ودي مشكله، اللي حصل النهارده ده حاجه واللي حصل قبل كده حاجه ثانيه. فحبيت ان انا في الاول بس كده ايه نبين للناس اللي هم عارفين ومدركين جدا مدى قيمه النادي الاهلي وعظمته في اداره اموره واداره فرقه ومدى قيمه مجلس الاداره، مش الحالي بس، انا بتكلم كل مجالس الاداره، كل مجالس الادارات على مدار تاريخ النادي الاهلي، الالتزام المؤسسه الاداريه الافضل دايما
في الجانب الرياضي مؤسسة النادي الأهلي.